لنحب بدنا عمر هالشي مو قدرتنا حبر الهوى نشي بأول سطر صفحتنا الحلا ما بيكتمل إلا الغرام زينتنا خلونا نعيش الحب ما ننسى بسمتنا حنان الأم يعم يغمر كنتنا ما بدنا لحظة هم تعكر صفوتنا الحب أحلى شي بينور دنيتنا طويل طريق العشق وشو ضيقة خطوتنا عمتي رح تتحسن عن قريب كتير. نحنا لازم نكون كلياتنا إيجابيين معا، وإذا كنا هيك هي رح تتحسن بسرعة صدقني. أنا ما عندي أي شك إنها رح تتحسن بسرعة جنفي. الدكتور فحصها وهلأ عم تاخد الدواء وكلنا عم ندير بالنا عليها. رح تصير منيحة متأكد. بس بتعرفي شو جنفي، أحياناً عم حس إنها عم تعيش صراع كبير ومكتئبة كمان. لما الشخص ما بيلاقي حلول لمشاكله دغري بيتعب. مزبوط معك حق. بتعرف أنا بحس أحياناً أن فقدت الثقة بكل الناس اللي حواليها برأيي هي من هلأ ورايح صعب توثق بحدا. أنت برأيك يعني هي وصلت لهي الحالة بسببنا؟ لا ما بعتقد شري، هي عم تحن بس للأيام اللي كانت عايشتها وفجأة تغيرت عليها كل الظروف لهيك ما تحملت هالواقع بنو. هي قلبها أبيض كتير ومستعدة تحكي كل شي للناس اللي بتحبهم. بالرغم من أني بعرف أنها بتحبني كتير بس ما بتصور أنها تفتح لي قلبها بنو. تعرفي دائما بحاول أني أتصرف معها كأنه نحن أصدقاء من زمان ومنحكي كل شي لبعض، بس ما بعرف ليش هي متغيرة. بصراحة آخر مرة تفاجأت فيها كتير. معك حق. معقول يعني كنت قاسي عليها بالحديث المرة الماضية؟ ممكن، بس هي بتسامحك لأنها بتحبك. عن جد؟ والله؟ طيب معناتها أنا رح أرجع حاول أحكي معها مرة تانية بناء على هالشي. لازم تعرف إنه نحنا مو متضايقين منها وبدنا نوقف معها ونساعدها لأنه منحبها وما منحب نشوفها متضايقة. احكي معها وهي أكيد رح تتفهمك صدقني. طيب برأيك إمتى لازم روح أحكي معها؟ شو رأيك روح هلأ؟ ولا أستنى عليها شوي؟ عم فكر بس هي تتحسن نطلع كم يوم لشي محل حتى تغير جو، أكيد وقتها رح تتحسن شوي نفسيتها، ما هيك؟ فكرة كتير حلوة، على الأقل ممكن تمضي كم يوم حلوين. شو قصدك بكم يوم؟ طيب أنا شو لازم أعمل؟ بدي إياها ترجع مثل قبل، شو أعمل لحتى خليها تتحسن؟ عفية من الوعد اللي وعدتك يا Thank you.
فيقتك؟ أنا كنت حابب إني أقيس حرارتك قبل ما أروح على شغلي. كيف صرتي هلا؟ شري، للأسف أنا ما عدت عم حس بأي شيء. عمتي، أنا بعرف كتير منيح إني قسيت عليكي، بعتذر منك. لا لا تعتذر. عمتي، أنا بدي منك طلب واحد، إنك تتفهمي وجهة نظري. يمكن أنا غلطت بحقك زيادة وحكيتك بطريقة مو منيحة بنوب، بس بترجاكي تسامحيني وما تزعلي. انسى اللي صار خلص، ولا يهمك، أنت مثل ابني، ما بزعل منك وبفهم عليك بدون ما تحكي. بتعرف عن جد شري، أنا فخورة فيك فوق ما تتصور. أنت صرت شاب ونحن صرنا نعتمد عليك. منيح اللي الله مد بعمري وشفت ابني اللي ربيته صار شاب. مستحيل يجي يوم وازعل منك يا روحي. بتعرفي، بس أنا ما عم بقدر شوفك بهي الحالة أبدا. حاولي تتحسني بسرعة. أكيد رح أتحسن، هي أنا عم باخد الدواء والحرارة خفت عن قبل. لا تخاف شري، طبيعي الشخص يجي كم يوم بالحياة ويتعب، وأكيد رح أشفى عن قريب. بس قلك إني رح أرجع نشيطة مثل أيام زمان، ما بتوقع أبداً إنه هالشي يصير ببساطة يا ابني. أنا ما عم بقدر لاقي طريقة لحتى أنسى كل مشاكلي بالحياة. طفولتي كانت صعبة كتير علي، ولما تزوجت قلت رح ارتاح، بس تعبت أكتر. ما توقعت إنه حظي بهالحياة يكون سيء لهي الدرجة. رح ضل كل عمري متعذبة. القدر ما وقف معي أبداً. بس أنتي ما لازم تلومي القدر على كل شي عمتي. يعني مين بدك يعني لوم؟ ما فيني لوم الناس، حظي بالحياة هو السيء شري، وبدي ارتاح بقى. شري، بتعرف انه جوزي كان يتصرف معي بطريقة مو ظريفة ابدا، بس مو ذنبي اذا كان هو سيء. انا حاولت معه كتير وللأسف ما قدرت غير عاداته السيئة ابدا، لهيك استسلمت للواقع. بس نحن ما لازم نكون مسؤولين عن تصرفات الناس. ايه صح. صح. انا مو طالع بايدي غير لوم حالي بس. انا عم بتمنى اني موت، حابة يجي يوم وارتاح من كل مشاكلي يا شري. انا بس بدي اعرف ليش القدر عمل فيني هيك. يا ترى شو عاملة أنا بحياتي؟ طولي بالك. والله أنا ما بستحق كل هالعذاب شري، ما في حدا بيقدر يتحمل اللي أنا تحملته. أنا تعبت كتير وما عندي القدرة أني أتحمل هالوجع والألم أكتر من هيك أبدا. بس أنا ما برتاح إلا لموت، وهي الحياة ما بقى تعني لي شي أبدا. بدي أطلب من ربي ياخذني لعنده وأخلص بقى. صدقني هو الوحيد اللي أعلم بحالي، وأكيد رح يخلصني من كل مشاكلي اللي عايش تجري. أنا ما بقى فيني أتحمل أي شي تاني. بدي موت وارتاح من هالحياة، بدي موت وارتاح، ما عاد بدي شي. يا ربي تحقيلك. تشربي شاي؟ حطيه على الطاولة. شري وشربت شاي؟ ايه، من شوي شربت وطعميتها معه بسكوت. ونزلت حرارتها؟
ايه شوي؟ الدكتور قال لازم نراقب منيح، بخاف انه حرارتها ترتفع فجأة. بس عالدواء عم يمشي حالها شوي ستي، هي ما عم تنزل كتير بس ما عم تطلع كمان. لازم ندير بالنا عليها أكتر من قبل. الحرارة بتهدي الجسم وما بتخليه يتحرك، وكمان المسكينة نفسيتها تعبانة. جنافي، ما عشتي معنا فترة المشاكل، بظن إنك أكتر وحدة ممكن تقيمي تصرفاتي بطريقة صحيحة. شو رأيك بتصرفاتي؟ يا ترى ظلمتهم قراراتي بشكل عام؟ هن بيخافوا مني أكتر ما يحترموني؟ إذا هن فعلاً بيخافوا مني وبيتصرفوا على هالأساس بكون فشلت وما بكون أبداً وصلت العيلة للأمان، بالعكس هيك بكون حطمتهم. لا ستي، أنا ما بعتقد أبداً إنك فشلتي معهم، بس بصراحة أنا متفاجئة من تصرفاتها لعمتي. لو مرة غيرها ما كانت استنت كل هالقد، كانت تمردت على واقعها من زمان كتير. إذا عم تحن للعيشة مع جوزها كيف استنت لهلأ؟ كان لازم تترك البيت من زمان. كيف هي بقيت بالبيت لهالوقت؟ لوين كان بدها تصل؟ وليش ضلت تقابل جوزها؟ يمكن لهيك أنا فشلت، شكلي ما قدرت أعطيها الأمان الكامل. ليش ما خليتهم يعتمدوا على حالهم؟ كان كل هدفي أحميهم من العالم، كنت لازم خليهم يستقلوا بحياتهم بعيد عني. لو شرايو أخذت قرار إنها تروح مع جوزها هداك اليوم، أكيد كانت كسرت لي قلبي. جنفي تعذبت بحياتها كتير وقضت كل حياتها مشاكل معه، ما لقيت حل لتصرفاته نهائيا وانظلمت كتير. بس ستي، شري عطى الحرية لعمتي لحتى تختار، خلينا نشوف. لو كان هي عندها الشجاعة كانت أخذت القرار من زمان كتير. لنشوف ستي. تسمحي لي أسألك سؤال إذا أنت ما عندك مانع؟ تفضلي اسألي، أنت صرتي بتعرفي كل التفاصيل. لا مو كل شيء للأسف ستي، أنا لسه في تفاصيل كتير ما قدرت أعرفها. شو قصدك؟ أنا بقصد ستي، ما بعرف شو صار بالضبط وليش قلعتي جوز عمتي من البيت. بصراحة أول شي كان على طول يضرب شرايو، وتاني شي كان يشرب دائما ويتأخر بالرجعة على البيت، والناس اللي هيك بخوفوا ما بعتقد رح يكونوا مناح بنوب. الواحد ما بيقدر يأمن لهم، وكل اللي بالبيت نسوان وكنت خاف منه يتصرف بطريقة غلط. هو كان الزلم الوحيد عنا، شرايو مو طالع بإيد أشي، رفقاته كان يجوا يسهروا عنا، كل يوم كان عنا مشكلة جديدة بالبيت وصواتنا كانت تعلى دايما والجيران كانوا يلتموا على صواتنا. وصلت المشاكل لمرحلة ما بتنطق. هاي التفاصيل أنا بعرفها، بس ستي بدي أعرف أكتر. كيف يعني؟ بقصد شو هي الحادثة بالضبط اللي خلتك تاخدي هذا القرار؟ شو كان الموقف يومها اللي خلاك تقلعي لزوج عمتي من البيت؟ يعني ما كان عندك أي خيار تاني غير إنك تقلعي؟ ستي رجاءً كرمالي قولي، أنا لازم أعرف.
شو هو السبب اللي خلاكي تقلعي؟ هو اعتذر منك ما هيك؟ ايه، بس أنا اللي كنت غلطانة، ما كنت لازم استناه، كنت لازم قلعه بأول يوم غلط فيه، بس سامحته. أنا سامحته أكثر من مرة على أمل إنه يتحسن، بس هو ما حاول يتغير، بقيت تصرفاته سيئة كثير مع الكل، وكل ماله يغلط أكثر، لهيك أنا ما قدرت أتحمل وجوده بالبيت. أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة، لا بقى تسألي ولا يعتب حدا ولا يزعل حدا. أنا لحبيبي وحبيبي إلي، أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة، لا بقى تسألي ولا يعتب حدا ولا يزعل حدا. أنا لحبيبي وحبيبي إلي، أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة، لا بقى تسألي ولا يعتب حدا ولا يزعل حدا. أنا لحبيبي وحبيبي إلي، أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة، لا بقى تسألي. مرت فترة لكسمي كانت ما بقى سهر فيها برات البيت، وعشنا كم يوم مبسوطين. بتذكر شراي وقتها كانت طايرة من الفرح، وحبت إنها تصير أم. بصراحة كلياتنا تمنينا هالشي، كنت كتير حابة إنه شوف حفيدي من شراي، بس أنا ما فتحت هالموضوع بناءً على طلب منا. حاولت ابعتهم اتنيناتهم على الدكتور، بعدين أنا تفاجأت لما عرفت إنه لاكسمي كانت ما راح معه. هاي الفترة كانوا مبسوطين بحياتهم، وصار عندي إحساس وقتها إنه هالزلمة عرف أخطائه، وفجأة بيوم إجاني تليفون بالليل قال ساوى حادث. هو كان عم يسوق بسرعة كبيرة وبطريقة جنونية جنافي، كتير خفت وتمنيت ما يكون حدا متأذي، وبعد التحقيق عرفت إنه ما كان في إصابات. الحمد لله إنه هاي الحادثة مرقت على خير بدون ما يصير معنا مشاكل، بس أنا انجرحت كتير وقتها، ما توقعت يتصرف هيك، كان ممكن يصير شي مصيبة، ممكن حدا يموت بسببه. أنا ما كنت متوقعة إنه يكون طايش لهي الدرجة. وقتها طلبت من الشرطة إنهم يسجنوه وما يطلقوا سراحه أبداً، لأنه هو لازم يتعاقب وينسجن لحتى يعرف الغلط اللي ارتكبه بسبب عمايله. كان خايف كتير وقتها وما توقع مني هالتصرف، وضليت مصرة على موقفي وما قبلت إني ساعده، وهو حاول المستحيل ليقنعني، بس أنا عندت وما عملت هالشي. بعدين هو لجأ لشرايو وصارت هي بورتا، حاولت تحكي معي بهالموضوع كتير، بس أنا وقتها كنت متمسكة بقراري. اتصل بشرايو وطلب إنها تدفع له الكفالة، بس أنا ما سمحت لها تروح، ووقعت بورطة أكبر، وضل جوزها محبوس بعتقد 24 ساعة، وبعدين طالعوا. يا ربي دخيلك. ولما طالعوا من السجن ما اجى على البيت، راح سهر مع رفقاته،
ورجع متأخر على البيت. طلع من السجن دغري على السهر. ما توقعت هالشي. وقت اللي اجت خانقنا خناقة كبيرة. وعرفتوا على حقيقته. هالشخص مستحيل يجي يوم وينصلح. ولك انا كنت عم بالسجن وحضرتك وفرمك ابدا. اسمعيني وليه؟ انا ما قلت لك تدفعي لي الكفاله حتى اطلع. ليش حضرتك ما شفتي؟ انا حاسس انه بدك تنتقمي. انا انتقم من شو؟ معقول زوجي يكون زوجة متولدة وهي ما بتجي تساعده؟ حرام عليك. شو هالنسوان هذول؟ شو هالنسوان؟ حماتي بغيرتها تعبانه كثير وبدها تنام. الله يوفقك. وطي صوتها. شو رايكم نروح على هذا الشارع؟ حرام عليك. اعطينا شوي بركه كرمال الله تكرمك. ليش لتكوني انت مرتي؟ اذا بدك توقفي شبي وتساعديني حتى انا ما رح ساعدك بالمره. طول بالك. ما بقى تعملي شيء بنوب وما عاد بدي اشوفك. لك بعد عني شوي بس. هلا هيك هلا تقدر تطلع ترتاح وبعدين لك هلا شوي وبس تفيق بنحكي. لا انا هلا بدي احكي. هي المره انا ما بقى تناسبني ابدا. هي ما احترمتني لهيك انا ما بدي كمل حياتي معي. يلا 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 طولت بالك شوي. سامع صوت الشريعة. طلقني هلا. لا ما بدي اشوفك. وفقك خلص خلينا نتفاهم. وطي صوتك شوي بلا ما تعرف. ليش لحتى تعرف؟ ليكون عم تتشرعي وتهدديني فيها. لا ما عم هددك. معي انا مو خايف من حدا. انا ما حدا بيهددني. لا لا ما عم هددك. روح روح وطي صوتك شوي. انا بعد بدي احكي بدي اطلع. لا لا فهمني شوي بس. طلع بايدي اني ساعدك لاني ما قدرت ادفع لك وهذا كل شيء صار معي. فهميني شو يعني ما طلع بايدك ها؟ خلص انا ما بيشرفني تكوني مرتي. يلا 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 مستحيل بعد عنك. لا ما بدي اطلعني. طلعي من حياتي. يلا انصدمت كثير. ليش ليحاكيها بهالطريقه؟ معقول هو يترك شرعي وهيك ببساطه ويطلقها؟ انا وقتها ما قدرت صدق اللي عم اسمعه ابدا. بتذكر حسيت إنه هالبيت صار يفتل فيني فجأة. معقول يتصرف بهالوحشية هي مع مرته لسبب تافه مثل هاد؟ أنا ما تخيلت إنه يتبرى منها ببساطة لأنه ما شاركته بجريمته. ما توقعت أبداً إنه يكون تافه ويتخلى عن مرته. أنا الغلطانة. كنت لازم أرفض زواجهم. ما توقعت نهائياً يجي يوم ويتصرف معاه بهالطريقة. أنا كنت بعرفه كتير منيح. قلت لك إني أنا كنت مربيته على إيدي من صغره وهو كان بسعر أولادي. بس ما توقعت إنه يغلط بهالطريقة. لهيك ما قدرت أتحمل واضطريت إني ألعو من البيت لحتى ما أرجع أشوفه بحياتي. بتعرفي كنت متضايقة وقتها لأنه بنتي كمان فشلت بحياتها الزوجية. بصراحة هو عذب شرايه كتير ووصل لمرحلة ما بقى حس ونسي إن مرته تعامل معه بحقارة. أنا مستحيل يجي يوم وأقدر سامحه على هالشي هاد جنفي. هو غلط بحقنا كلنا ومستحيل خليه يرجع على هالبيت لو شو ما صار. وقد ما كان هو غالي على قلبي حق
حبيبي ندهلي قال لي الشتي راح رجعت اليمامي زهر التفاح. حبيبي ندهلي قال لي الشتي راح رجعت اليمامي زهر التفاح. عفوا وأنا على بابي ندي بس بدي أعرف إذا بيت لكسمي كانت هون وبعيونك ربيعي نور وحلي. أنا لحبيبي حبيبي إلي يا عصفورة بيضة لبقى تسألي ولا يعتب حدا ولا يزعل حدا. أنا لحبيبي وحبيبي إلي أنا لحبيبي وحبيبي إلي يا عصفورة بيضة. خير؟ شوفي خير؟ عم تحضروا حفلة موسيقية؟ ها؟ يلا كل واحد يناولني حق البطاقة. يلا هاتوا عطوني مصاري. شو؟ لا تكونوا مفكرين انه عامل لكم حفلة ببلاش وفي عرض جوا ولابسين ومتلبسين من الصبح، يعني ما عم بفهم شعوركم وانتوا واقفين وعم تسمعوني. شبكن؟ هذا التصرف اللي عم تتصرفوه غلط. شو جابكن؟ انا حر ببيتي. شو موقفكن لما العالم بتشوفكن هون؟ روحوا روحوا يلا، لا بقى تجوا توقفوا قدام باب بيتي مرة تانية. يلا امشوا. شو هالناس هاي؟ بلا خجل، لا قالوا واقفين وعم بيسمعوا الأغاني هيك ببلاش، يشتروا راديو. يا الله شو هالعالم، بدها كل شي ببلاش. والله ما بيستحوا نهائيا. أنا تاني مرة رح خانقن مشان ما يرجعوا يجوا يوقفوا. ناس بلا خجل، ما رح ضايق حالي. مين عم بدق؟ مين؟ والله رح أجي وفش خلقي كله فيك. بهديك اللحظة كنت يا أنا يا هو رح نترك البيت. فكرت بخيارات تانية فوراً وقلت ما في غير حل واحد رح يريحنا، إنه خليه هو يطلع من البيت لحتى يتربى ويعرف يعاملنا. مستحيل بعد البهدلة اللي بهدل إياها أقعد وأتناقش معه. كان أفضل حل يترك البيت لأنه ما بقى نستحمله. ليلي جنفي، أنا كان عندي أي حل تاني غير هاد؟ جاوبيني حبيبتي. شخص كان سيء لهي الدرجة بالتعامل مع اللي حواليه ما لازم يعيش بهالبيت أبداً. هو ما كان عنده استعداد لأنه يعترف بأخطائه ولا ندمان على الشغلات اللي عمله معنا. غروره منعه من هالشي وما كان في غير شرايو ليتفشش فيها. بهداك اليوم زودها كتير كتير، وكانت رح تختلف الأمور لو كان صحيان على غلطه هداك اليوم. بس هو جبرني للأسف، بالرغم من أني كنت ماسكة أعصابي، بس هو استفزني كتير. بصراحة أنا مجروحة كتير من اللي صار. هو غالي على قلبي، حبيت يوقف جنبي لأني بعتبره مثل ابني. بس بصراحة تفاجأت من طريقة تصرفاته معنا، ومهان علي إنه يعذب بنتي. لهيك أنا اضطريت آخذ هاي الخطوة وأطلب يترك البيت. انتي اكيد عم تمزحي، ما رح تقلعيني من البيت مزبوط ما هيك؟ اطلع من هالبيت بسرعة عم قول، يا اما رح اتصل بالشرطة ليطالعوك. معقول تتصلي بالشرطة مشان خلصنا بعدي؟ انتي اكيد عم تمزحي، ما رح تتصلي بالشرطة لاني ما بهون عليكي. اسمع انا رح عد لثلاثة، اذا ضليت بعد ثلاثة رح اتصل. لهيك امشي فورا من هون، يلا نقلع. واحد. اثنين. لا
كذا. ثلاثة. لا خير؟ مو قلت لك امشي من هون؟ بتحب اني مشيك بالزور؟ ها؟ لك شو يلي موقفك قدام باب بيتي لتسمع اغانيي؟ والله انت مبين انك من عيلة محترمة، بس ما بتستحي على حالك تعمل هيك شغلات؟ اوه، لا تكون انت جاي لتقلي ما ارجع اغني بصوت عالي. احسن لإلك تروح لعند الناس اللي معلية صوت المسجلة على الأخير. إيه؟ يلا يلا روح هنن هني عم بيستنوا. إذا خلصت ممكن تسمح لي إلك شو الخدمة اللي بدي إياها منك؟ خدمة؟ ومني أنا؟ لا لا أكيد أنت مخربت، أنا ما حدا بيجي ليطلب مساعدتي. لا أنا مو مخربت بالعنوان، وكمان غصبا عني جاي لهون. شو جاي ترمي بلاك علي؟ ها؟ أساسا أنا ما بعرفك، وكمان مالي مزاج إني أحكي مع حدا أبدا. روح يلا. طول بالك، أنا مالي مهتم إني أحكي معك أبداً، بس أمي تعبانة كتير لهيك إجيت لهون لتساعدها. شو؟ عفواً أستاذ، بس أنا ماني دكتور. لهيك أنت جاي على العنوان الغلط، أنا ما فيني ساعدك. طيب بتسمح لي فوت وأخذ من وقتك خمس دقايق؟ طيب تفضل. ممكن بس تخلص فرجي على البيت تقلي مين انت؟ انا اسمي شريرانغ جاي غوكلان. أهلين. حفيد بهاجريتي غوكلان. صدقيني كنت بحبه مثل ابني بالضبط، بس اضطريت إني أتخلى عنه. كان يتعامل مع شرايو بطريقة سيئة. بتعرفي شو جنافي؟ الناس كتير بيلوموني لأني أنا قلعته من البيت، بس ما فيني أشرح لكل الناس شو كانت الأسباب. ما بيصير نحكي أسرارنا. إذا رح قلن شو عمل معنا رح يلوموني إلي كمان، لهيك سكتت وما جبت سيرته كرمال شرايو. كل الرجال تركوا البيت واحد ورا التاني وتركوا المسؤوليات علي، لهيك أنا هلأ عم لوم حالي كتير يا جنفي. يمكن استعجلت بقراراتي. شري رانغ، شري تعال. و...
ووقت شفتك برا حسيت حالي شايفك من قبل وحسيت اني بعرفك. وفكرت وقلت وين شايفك، بس هالايام ما عم بقدر اتذكر شيء. العمر له حقه. بعدين لا تنسى انه صار لي زمان مالي شايفك يا ابني. شبك انت ليش واقف عود؟ هيك منيح عود، ما بيصير. شكرا انا مرتاح. رح ساوي لك كاسة شاي، اذا بتشرب الشاي من تحت ايدي رح تنسى الشاي اللي بتشربه ببيتك. اساسا ما بدي اشرب شاي، انا ما بدي اشرب اي شيء انت رح تعمله. اشتري لساته وشك نفسه ماله متغير. انا بتذكرك انت ما تغيرت. تعرف انه ملامح وتعابير وشك نفسها العناد والتحدي نفسه، لاني بعرف طباع هالعيلة. ها مستحيل تتغيروا. شرايو كانت رح تورجيني صورتك بس انا ما رضيت، قلت لها بدي اشوفه شخصيا. شو بدي بالصورة انا؟ لا كنت متأكد رح يجي يوم وارجع التقي فيك، لهيك ما كنت قبل شوف اي صورة لألك. لك اشتقت لك كتير وكنت متأكد رح نلتقي، وهي اجا اليوم اللي التقينا فيه. اضطريت اني اجي لانه ما عندي خيار غيره. اكيد انت ما بتتذكر شري وقت كنت لا صغير. لا بترجاك الاحسن انه ما نتذكر شيء ابدا. ما جيت لهون لاتذكر الماضي، وبصراحة اكتر انا ما بفضل انه نحكي ابدا بالشغلات القديمة. انا مو مهتم لهي الذكريات وما عندي وقت لها. كان من المستحيل اني اجي لعندك والتقي فيك، بس للاسف اضطريت اني اجي لانه امي تعبانة كتير. بس خير شبه نارمادا؟ ها؟ صحيح امي نارمادا جابتني على هالحياة، بس عندي 6 أمهات غيرها، وزوجتك شيريو هي واحدة منهم، لهيك اجيت. شارة؟ شارة؟ طيب خير شو اللي صاير معها؟ لا يكون في مشكلة، طمني شري. زواجها منك هو المشكلة، وهي لهلا عم تعاني بسبب المشاكل اللي عملت لها ياهن انت من زمان. والله غريب، لك انت مثل ابوك تماما. بتعرف انك عم تحكي معي بنفس طريقته؟ حتى نغمة صوتك مثل نغمة صوته. اسمعني رجاء ما نطلع عن موضوعنا. انا امي صار لفترة تعبانة كتير، وبعرف كتير منيح شو هو الدواء تبعها، لهيك انا اجيت لعندك مشان تساعدني. بدك مساعدتي؟ انا جاهز لاي شيء بدك يا. معناها رح اشرح لك كل شيء بدي اياه منك، بس انت ما تاكل هم شيء ابدا. صدقني انا رح عوضك مقابل هي الخدمه، وبرايي الشيء المهم اللي لازم تفهمه اني اضطريت اجي واعمل معك هي الصفقه لانه ما بقى عندي اي خيار تاني. بما انه رح يصير اتفاق بيناتنا، بتمنى انك ما تنغرب حالك كتير وتفهم الموضوع مثل ما بدك، لانه ما رح ترجع العلاقات العائليه بيناتنا. انت بس اعمل اللي بقول لك اياه، وانا رح اعطيك مصاري مقابل هي الخدمة اللي رح تخدمني اياها مو اكتر. يعني انت هلا ما اجيت لتطمن علي؟ ولا بيهمني شوفك، لانه الشيء اللي عملته معنا بشكل عام لا يغتفر نهائيا، وانا مستحيل انسى هالشيء ابدا، وما في بقلبي الك اي ود. اللي بحبهم انا بعطيهم كل حياتي، لانهم هنن اكتر ناس بيستحقوا هالشيء. واللي بيضروا الناس اللي بحبهم مستحيل يجي يوم وسامحهم أو حتى أنسى لو شو ما صار. صدقني ما كنت بتمنى يجي يوم وأطلب منك مساعدة، بس هلأ اضطريت لأنه أمي تعبانة، وعلى فكرة أنا ما بحب أني أشوفها بهي الحالة بنوب. أمي أمي، على فكرة عم بتحاكيني كأنه هي فعلا أمك. تعرف شو شري؟ أنت بصراحة بتشبه أبوك بكل شيء يا ابني، حتى بعصبيتك وعنادك. فيني أضمن إنك أنت هلأ رح تساعدني لحتى أنقذ أمي شريو؟ طبعاً رح أساعدك. طيب ماشي، وشو بدك مقابل هالشي؟ برأيي ما في ضرورة إنك تذكرني كل شوي بالمقابل اللي رح تعطيني إياه، رح أقلك بالوقت المناسب. ممتاز، أنا بتمنى إنه هالاتفاق يكون نهائي وما نرجع عنه أبداً لو شو ما صار. أنا رح وافق على كل شروطك لأنه هالاتفاق بيعني لي. شري رانج جاي جوكلان. منيح، معناها أنا رح اتصل فيك عن قريب وخبرك على الخطوة الجاية من خطتنا. ماشي؟
ماشي استنى شوي رح أعطيك رقمي. معي. من وين جبته؟ ما كان صعب علي يجيب عنوانك ورقم تليفونك، بالرغم من أني مو حابب أني أجي وشوفك. شريه؟